مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل الاهلاويه اللي ورا النادي الاهلي بجد، مساء الفل على كل الاهلاويه اللي على الحلوه والمره معاه، مش الناس اللي هو في المكسب بس وفي الهزيمه، لا احنا ما نعرفكوش، مساء الفل على كل الاهلاويه اللي عارفين الاهلي خرج من بطوله افريقيا ظلما وقهرا، مساء الفل على كل الاهلاويه اللي عارفين الحكم كان السبب الاساسي ومصممين الحكم كان السبب الاساسي في هزيمه نادي الاهلي في المباراه النهائيه، مساء الفل على كل الاهلاويه اللي واقفين ورا النادي الاهلي، واقفين ورا الكيان الكبير والداعمين ودايما حائط صد كبير للنادي الاهلي، مساء الفل عليكم كلكم. يعني عايز ابدا هذه الحلقه معاكم بالاسف والحزن على النجم الكبير، النجم الكابتن وائل جمعه، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر. اسف جدا جدا على الموقف اللي حصل له وانا بتاسف له يعني باسم النادي الاهلي ان هو اتخذ مثل هذا الموقف، اللي بصراحه كنت انا نفسي مكسوف جدا ان هو خد الموقف اللي كان شفناه كلنا، الموقف مع المقدم العالمي المقدم الكبير جدا هشام الخلصي اللي ما ادالوش ادنى فرصه ان هو حتى يدافع عن النادي اللي عاش وتربى واتمرمط في تراب النادي الاهلي ومن حقه جدا ان هو يدافع عنه. يعني بصراحه كابتن وائل انا يعني كنت بدافع عنك على طول وبدافع عنك وانت نجم كبير اساسا واحنا كلنا بنحبك وانا عن نفسي بحبك جدا، انسان محترم وانسان متدين وانسان فيه كل الصفات الحلوه اللي يعني يتمناها اي شاب انها تكون فيه، لكن الموقف بصراحه الاخير اللي حصل كان موقف بصراحه محزن جدا بالنسبه لي وبالنسبه كمان للجماهير الاهلاويه اللي ما كانتش تحب انها تشوفك في الموقف ده، في الموقف ان انت تطيط راسك شويه فيه مش عارف عشان ايه، بصراحه مش عارف عشان ايه. انت بتتكلم وبتدافع عن النادي الاهلي، افضل دافع عن النادي الاهلي لانك حقك، وكان الحكم وكل الناس شايفه ان الحكم، لكن واحد يفرض كلمته ويقول لك ما تتكلمش وما تدافعش، هو اساسا من اول الناس بتنتقد الحكام. ما اعرفش بصراحه، كنت بحترمه جدا الاستاذ هشام الخلصي، يعني برضو نموذج للمقدم المحترم جدا، لكن بصراحه كان باين قوي عدم الحياديه، كان باين قوي الدكتاتوريه في تقديم البرنامج. احنا اتعلمنا وبنتعلم ان احنا لازم نسيب للضيوف انها تتكلم، خصوصا ما بيتكلمش في قران، يعني ما بيتكلمش في حاجه حرام، ما بيتكلمش في حاجه عيب، ما بيتكلمش في حاجه قله ادب، بيقول ان هو شايف الحكم كان مقصر او الحكم من ضمن الاسباب. ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله ان انت تتعنف كده وتتشد كده وتحس برجولتك كده معاه؟ يعني مش عارف، انا مش عارف، وتقول انا سامعك وسامعك وعمل. بصراحه موقف بصراحه يعني انا بصراحه يعني مش عارف، مستغربه جدا جدا، مع انك لما وائل جمعه طلع يتكلم ان حسين عموته المدير الفني للوداد المغربي قال ان لعيبه النادي الاهلي كانت متعمده ان هي يعني ونجم يتصاب في مباراه القاهره عشان يبقى غايب في مباراه العوده في المغرب، وقال بيتكلم ان دي مش اخلاق النادي الاهلي ومش دي طبيعه النادي الاهلي ومش دي لعيبه النادي الاهلي. انت برضو اتكلمت، لا سيب الراجل يتكلم على راحته، ما يتكلم على راحته وتسيب وائل يتكلم على راحته، ده كابتن مصر، ده كابتن النادي الاهلي، يعني اي واحد يتمنى اساسا يتصور مع وائل جمعه، مش عايز اقول اشخاص بعينهم يعني. وائل جمعه واجهه مشرفه لاي مكان، يتكلم زي ما هو عايز يتكلم وهو حاطط رجل على رجل كمان، لكن وائل جمعه بصراحه كان موقف بصراحه يعني انا بعتب عليه جامد جدا فيه، واعتقد ان كل الجماهير الاهلاويه، لان انت بتمثل الاهلي في اي مكان، حتى لو كنا بنتكلم ان القناه دي اساسا احنا مش عايزين نشوفها اساسا، لكن انت بتمثل الاهلي في اي مكان وفي اي زمان، انت كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، تحط رجل على رجل وانت بتتكلم مع اتخن تخين، طالما بتتكلم بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام وبمنتهى الذوق، خصوصا انت ما بتتكلمش في حاجه زي ما قلت قران او حاجه قله ادب او حاجه حرام، بتتكلم ان الحكم يعني كان مكتف في النادي الاهلي، الحكم مش سبب رئيسي لكن من ضمن الاسباب اللي هي فعاله جدا اللي هي خلت النادي الاهلي يخسر هذه المباراه اللي كانت بفاعل لفاعل، وكان الحكم متعنت جدا في قراراته، وكان ليها ضربه جزاء صحيحه ما اتكلمش فيها جمال الشريف الحكم اللي انا كنت بحترمه برضه، وطالع يقول مش عارف بصراحه، كنت حاسس ان فيه يعني يوم القيامه منصوب لوائل جمعه في الاستوديو اللي انا مش عايز اقول اسمه بصراحه، يعني يوم القيامه منصوب له وائل جمعه مش عايز يتكلم، ما ينفعش تتكلم، احنا اتربينا وتعلمنا، ايه الكلام ده؟ هو وائل جمعه قاعد في مدرسه؟ هو وائل جمعه تلميذ صغير؟ ده وائل جمعه كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر، يتكلم زي ما هو عايز ويتكلم مع اتخن تخين كمان. عموما يعني لازم النجم الكبير وائل جمعه لازم يراجع نفسه بصراحه في يعني في ان هو يستمر او ما يستمرش، دي حاجه ترجعه، لكن لازم يكون ليه مطلق الحريه انه يتكلم، ولازم يكون ليه مطلق الحريه الناس تحترمه واحترام كبير جدا لانه بيتكلم باسم النادي الاهلي ومنتخب مصر كمان. مش عايز اطول في الجزئيه دي، لكن بصراحه انا زعلان منك جدا جدا يا كابتن وائل ان انت ترد وتاخد حقك، لانك في الاول وفي الاخر بتمثل النادي الاهلي حتى لو انت مش شغال فيه. نروح لاخبار اعتقد ان هي اخبار برضو مهمه للجماهير كلها. كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بيقول لن نذهب لكاس العالم للتمثيل المشرف ولا اضمن اي لاعب
او لا اضمن لاي لاعب التواجد في كاس العالم حتى انا. كلام محترم، كلام محترم، ونفسي يبقى فعلا حقيقه على ارض الواقع، لان التصريحات تبقى من مسؤولين كتير جدا لكن ما بنشوفش حاجه. اتمنى 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 ان مستر هيكتور كوبر يعني يكون عارف قيمه هذا الكلام. لكن لو الاتحاد المصري خلاص جدد لكوبر او خلاص بقى الموضوع خلاص منتهي، لازم هندعم كلنا مستر كوبر، حتى لو انا شخصيا مختلف معاه او كل الناس مختلفه معاه، كل الدعم لهذا الرجل في الفتره المقبله. ده اللي احنا اتعلمناه وده اللي احنا بنمشي دايما وراه، طالما خلاص الراجل دخل في قلب المهمه في قلب شغله خلاص خلاص، مع طبعا مع كل يعني كل الاحترام ليه وكل النقاط السلبيه اللي احنا بنشوفها في هذا الفريق، فريق منتخب مصر وطريقته اللي انا متحفظ عليها كمان. الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر اكد على احتماليه تغيير عدد من التفاصيل الخاصه بطريقه لعب الفراعنه خلال مباريات كاس العالم 2018 في روسيا. وقال كوبر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ان المنتخب المصري لن يتواجد في كاس العالم من اجل التمثيل المشرف يا رب، مشددا على رغبته في الفوز بالمباريات، مشيرا الى انه يرغب في تحقيق الفوز وتقديم اداء مميز والتقدم نحو الادوار النهائية. يا رب بس نطلع من الدور الأول ونكسر عقدة الدور الأول دي وبعد كده نفكر في الأدوار النهائية. تابع المدير الفني: من الوارد تغيير عدد من التفاصيل في طريقة لعبنا، بالتأكيد عندما نلعب أمام أسبانيا أو ألمانيا فلن نلعب بنفس الأسلوب، والمستوى في كأس العالم سيكون أعلى بكثير من نظيره الأفريقي، وبالتالي قد نلجأ لتغيير عدد من الأمور من أجل الظهور بالشكل المطلوب. واختتم كوبر تصريحاته: كل المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قوية، وبالتالي فلا نخشى مواجهة فريق بعينه. يعني ماشي، تصريحات قوية جدا، بس لازم نخاف طبعا، احنا في حتة تانية وفي منتخبات في حتة تانية خالص. يعني في منتخبات مسافرة بعيد عننا، يعني لازم طبعا يبقى ليها كل الاحترام. في سياق آخر شدد كوبر على عدم وجود أي لاعب ضامنا لموقعه في تشكيل الفريق حلو خلال المباريات التي ستقام بكأس العالم 2018، مشيرا أنه من الصعب تجربة لاعبين جدد خلال المباريات الرسمية للفريق. وقال مدرب الفراعنة: سندخل مواجهة غانا بجدية كبيرة للحفاظ على المستوى الذي وصلنا له على الرغم من عدم أهميتها في مشوار التأهل إلى كأس العالم. وأكمل: لا يوجد لاعب ضامنا لموقعه في الفريق بكأس العالم. ماشي، حتى أنا قد أرحل قبل المونديال. يعني ماشي، الحفاظ على تواجد أي شخص في موقعه يتطلب الكثير من العمل. وقال: بالتأكيد أنا باقي مع المنتخب المصري حتى كأس العالم، أنت لسه قايل مش ضامن، ولكن قد يحدث أي شيء يجبرنا على الرحيل. وأضاف: من الصعب تجربة لاعبين جدد في المباريات الرسمية، يجب أن يكون اللاعب قادرا على التأقلم مع طريقتي، نحاول ضم أنسب اللاعبين قدر الإمكان من أجل تنفيذ ما نريد. أنا نفسي أعرف الطريقة، أنا نفسي أعرفه. وأوضح: لدينا عمود فقري للمنتخب ونمتلك قوام أساسي، قد نجري بعض من التعديلات في الفترة المقبلة، ولكن نواجه مشكلة ضيق الوقت قبل المباريات الرسمية. عندنا 8 شهور يا مستر كوبر أو 7 شهور وشوية. واختتم: أختلف فيما يقال عن تذبذب مستوى الحراس، دائما ما أقارن بين لاعبي أو بين أي لاعب يظهر بشكل جيد في الدوري وبين المتواجدين في المنتخب، وقد تكون وجهة نظري خاطئة، ولكنني أنا المسؤول الأول والأخير. ماشي، يعني برضه في نفس، خلينا في نفس سياق المنتخب، استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر المنتخب للاصابه، وايضا محمد صلاح يعني اكيد لارتباطه بمباراه ليفربول وعدم تعرضه للارهاق. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده الارجنتيني هيكتور كوبر استبعد محمد عبد الشافي لاعب اهلي جده من مباراه غانا في الجوله الاخيره لكاس العالم، والمقرر لها يوم 12 نوفمبر الجاري، ولن يتمكن اللاعب من اللحاق بالمباراه بسبب الاصابه بخشونه في الركبه، ولم ينجح في اجتياز الكشف الطبي خلال التدريبات اليوم، ولم يشارك في التدريبات الجماعية. قلت لكم كمان ان محمد صلاح مش موجود في هذه المباراة. ماشي، اتحاد الكرة يرسل جدول مباراة الاهلي الى استاد القاهرة رسميا. يعني أرسل مسؤوله اتحاد كرة القدم جدول مباريات النادي الاهلي في بطولة الدوري الى هيئة استاد القاهرة الدولي، يعني قد هرمنا، لمعرفة مواعيد المباريات للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن استقبال استاد القاهرة لمباريات الأهلي في بطولة الدوري العام بعد الانتهاء من دوري أبطال أفريقيا. ويبدأ الأهلي مبارياته في الدوري على استاد القاهرة أمام فريق الداخلية يوم 24 نوفمبر الجاري، حيث يسبقها مباراتان خارج الاستاد أمام الإسماعيلي والإنتاج الحربي.
ماشي. ده طبعا استاد القاهره اللي كنا بنتمنى ان احنا نلعب فيه مباراتنا من زمان، لكن طبعا عارفين كلنا الظروف اللي تعرضنا ليها، والحمد لله ان هو رجع يفتح ابوابه تاني للاهلي وللزمالك. غياب باكا، ليمبي وتألق متعب وتأهيل صالح أبرز ما جاء في مران النادي الأهلي اليوم. يغيب الدولي الجنوب أفريقي بكمانيا عن النادي الأهلي في مواجهته المقبلة في بطولة كأس مصر أمام فريق تليفونات بني سويف في دوري أو في دور 32 من المسابقة. وتلقى بكماني استدعاء من منتخب بلاده لخوض مواجهة مصرية ضد منتخب السنغال في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، ليتغيب اللاعب عن تدريبات الاهلي التحضيريه لمواجهه تليفونات بني سويف والتي ربما كانت ستشهد الظهور الاول لهذا اللاعب. حلو قوي، يعني لعيب مهم جدا استدعى لمنتخب جنوب افريقيا، لعيب احنا شفناه، لعيب مبشر قوي، يعني لعيب عنده سرعه، عنده قوه، عنده مهاره حلوه قوي، عنده اختراقات، بيعرف يجيب اجوال، وده اللي احنا عايزينه. عايزين دايما اللعيب اللي بيلعب تحت راس الحربه يكون هداف، على الاقل في اثنين هدافين بيلعبوا تحت راس الحرب، ولازم طبعا اكيد راس الحرب يبقى هداف. وهنتكلم برضو مع ضيوفنا الكرام بعد قليل في الجزئيه التهديفيه لفريق النادي الاهلي. واستأنف النادي الاهلي مران بدون لاعبيه الدوليين استعدادا لاستكمال الموسم الحالي بعد خساره نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي، خساره بشرف كبير جدا غصب عن اي حد الكلام ده. وقال انيس الشعلالي مدرب الاحمال أو قام بتخصيص فقرات بدنية خاصة للذين شاركوا في المنافسات الأفريقية، ويخوض الأهلي مواجهته المحلية الأولى بعد انتهاء مشواره الأفريقي أمام تليفونات بني سويف يوم الجمعة المقبل إن شاء الله على ملعب بترو سبورت. في الوقت نفسه وصل صالح جمعة تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للمران الجماعي، علامات كتير، علامات استفهام كتير حول صالح جمعة إن شاء الله يرد عليها في الملعب، حيث يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في لقاء الأياب ضد النجم الساحلي، أكيد حضراتكم طبعا فاكرين. الكابتن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على هامش المران للإطمئنان على حالة جميع اللاعبين المصابين. وشهد المران تألق النجم الكبير عماد متعب مهاجم الفريق في التقسيمة التي خصصها أحمد أيوب المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بالمران الجماعي الذي يشهده ملعب التتش. وتمكن مهاجم القلعة الحمراء المخضرم من تسجيل 5 أهداف رائعة نال خلالها تصفيق اللاعبين وإشادة الجهاز الفني بقيادة أحمد أيوب. إن شاء الله عماد نشوفك ترجع تاني تهدف في ظل العقم التهديفي اللي احنا بنمر بيه. بصراحة عقم تهديفي، بصراحة احنا قلنا قبل كده إن الأهلي لما بيستغل حتى انصاف، مش انصاف يعني، بيستغل نصف الفرص اللي بتجيله في اللقاءات بيطلع بهيف سكور، بيطلع بنتيجه تقيله. لكن بصراحه برضو علامات استفهام كتيره جدا جدا حول مهاجمي النادي الاهلي، خصوصا وليد ازارو. مش عايز اقعد انتقد فيه لان هو فعلا تلقى الكثير من الانتقادات، لكن بصراحه ازارو انا بدعمك عن نفسي، لكن ساعات بتلاقي كده وقت ما بتلاقيش فيه كلام او ما بتلاقيش فيه مبررات ان انت تبرر بيها سبب هذا الظهور، بالذات في مباراة الوداد. وأنا كنت ناقشت قبل كده مع ضيوف الكرام على مدار الأسبوع السابق ليه وليد ظهر كده خصوصا قدام الوداد. يعني وليد كان قبل كده بيضيع فرص، بيروح وبيضيع فرص، لما المباراتين السابقتين ملوش أي تواجد، تحس إن هو شفاف مش باين، أو ما جاش المباراة أو ما حضرش المباراة، مش عارف هل ده ليه تأثير معنوي إن هو مرتبط بفرقته أو ببلده المغرب وأول مرة يلعب ضد المغرب. أنا سألت السؤال ده لضيوف الكرام وقالوا ممكن يكون سبب من الأسباب، لكن أنا شايفه سبب رئيسي، لأن وليد أزارو حتى بقول لكم كنا بنشوفه في المباراة اللي قبل كده بيروح كتير على الجون، بيتحرك كتير، مزعج حتى لو ما بيجيبش جوان. لا، المباراتين السابقتين تحديدا مباراتين الوداد ذهابا وإيابا وليد أزارو لم يكن له أي دور يعني إيجابي، حتى لو ضيع فرصة في لقاء الذهاب برضه. يعني مش عايز ابقى انا تقيل قوي عليه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يستفيد من وليد ازارو باي طريقه. وبرضه وليد كان ليه ضربه جزاء، عشان برضه احقاقا الحق كان ليه ضربه جزاء في ماتش الوداد في المغرب، والحكم طبعا تغاضى عنها، حتى الحكم الدولي جمال الشريف برضه تغاضى عنها ولا جاب سيرتها خالص، ولا جاب سيرتها خالص. يعني دي كانت اهم اخبارنا اللي انا كنت حابب اتكلم معاكم فيها. اتكلمت
على وائل جمعه، وكان لازم اتكلم عليه لان انا بحب وائل جمعه جدا، واكيد كل الجماهير الاهلاويه بتحبه. ما كنتش اتمنى اشوفه في الموقف ده، ما كنتش اتمنى ان هو تحت الضغط اللي هو اتضغط عليه ان وائل جمعه يرجع يقول لا الوداد يستحق هذا او هذه البطوله. الوداد كان الاحسن، الوداد ما كانش احسن ولا حاجه كابتن وائل. الوداد زي ما حضرتكم شفتوه كده، الوداد جه القاهره ضربنا جون، ورحنا المغرب ضربنا نفس الجون، غفوه من لاعبي الدفاع نادي الاهلي. عايز اقول لكم شريف ما كانش في حالته، لكن شريف مش مسؤول عن الجون، اسالوا اي حد فيه، شريف مش مسؤول عن الجون، لان الكره كانت قريبه قوي من السته. شريف كان في زحمه قوي قدامه، كان في اتنين لعيبه او ثلاثه لعيبه كان ممكن يطلعوا كوره بمنتهى السهوله، لكن شريف مش شريف اكرامي. شريف صد انفراد وكان ممكن يبقى في جون تاني، لكن برده مش شريف اكرامي، مش الوحش اللي احنا مستنيين من شريف اكرامي. لكن لا يسال عن الجون، والله العظيم ما بدافع عليه ولا حاجه، انتوا عارفين انا بقول كلمه الحق على طول. لكن الكوره قربت قوي من 18، فصعب ان هو يطلع حتى لو في السته الكوره، صعب ان هو يطلع طبعا ويسالوا فيها خبراء كره القدم. لكن شريف ما كانش في حالته، كانت مباراه نهائيه، الموضوع كان صعب شويه، لكن مش في حاله شريف. لكن طلع انفراد، انفراد صعب جدا برضه يطلعه، كانت تبقى نتيجه 2-0، ما كناش بقى هنقول بقى حكم ولا مش حكم. لكن في الاول وفي الاخر الحمد لله على كل شيء، زي ما قلت لكم قبل كده، مش اول بطوله هيخسرها النادي الاهلي، ومش اخر بطوله هيخسرها النادي الاهلي، او مش اول بطوله هيجيبها النادي الاهلي، ومش اخر بطوله برضه هيضيعها النادي الاهلي. ان شاء الله بطولات كتير جدا جايه، وبطولات قلت والله خبر محمد صلاح، بطولات كتير جايه ان شاء الله. وان شاء الله الاهلي زي ما معودكم، بس انتوا دايما خليكم في ظهره، مش عايزين اول ما نخسر نطلع بانتقادات كتير جدا. خصوصا يا جماعه لازم نعرف، انا بكلم جماهير النادي الاهلي اللي بتفهم، جماهير النادي الاهلي اللي فاهمه قوي، جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتقف ورا فرقتها، عارفين ان ما ينفعش ننتقد فرقتنا في وقت هم محتاجين ان احنا نرفع معنوياتهم فيه، ما ينفعش. لكن هيجي الوقت هنقول كان في واحد واثنين وثلاثه واربعه، وعندنا وعندنا وعندنا، وكان لازم نعمل، وكان لازم نعمل، وكان لازم نعمل. يعني ده حق النادي الاهلي علينا. انا عايز اقول لكم كمان ان يورجن كلوب او يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي تغنى بمحمد صلاح، يعني تغنى بمحمد صلاح. خبر كويس ان رمضان فكرني بيه. قال في محمد صلاح شعر بصراحة، قال لم أتخيل أن يسجل محمد صلاح 12 هدف في 17 مباراة. محمد صلاح الفرعون المصري اللي مشرفنا، محمد صلاح الفرعون المصري صاحب التجربة الاحترافية الحقيقية، زي ما عدد من اللعيبة برضو اللي قبل كده كانوا أصحاب تجربة احترافية حقيقية. لكن محمد صلاح بصراحة رفع راس مصر قوي ورفعها في السماء. قال إيه يورجن كلوب المدير الفني؟ قال إنه متأكد من أن المصري محمد صلاح والبالغ من العمر 25 سنة هو الخيار الأفضل لدعم هجوم فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية. ده بيتكلم قبل كده. وضم ليفربول طبعا محمد صلاح من روما الإيطالي في صفقة كانت الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي. وتوقع كلوب أن يواصل اللاعب رقم 11 بفريقه تألقه خلال الموسم الأول له مع الفريق. وواصل في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه: كنا واثقين من أنه يمكن أن يساعدنا. الكلام على محمد صلاح. اللي كانوا بيقولوا له كده مايكل ادواردز وديف فالوس وهنتر باري، دول كانوا بيقولوا طبعا الكلام على لسان يورجن كلوب. بيقول ان هم كانوا دايما بيقولوا لي في ودني ودايما بيضغطوا عليا، هيا هيا مو صلاح هو الحل. كلام حلو قوي. واضاف: كان لدينا 20 لاعب مرشح للانضمام للفريق، وكان من الصعب اتخاذ قرار مبكر، ولكن كنا جميعا مقتنعين بصلاح، وكان لابد من اتخاذ القرار مبكرا حتى نتمكن من الحصول عليه. حقا انه شخص رائع ولاعب كرة قدم جيد فعلا. وختم: لم اكن استعد او لم اكن اعتقد انه سيسجل 12 هدف في 17 مباراة، وامل الا يتوقف صلاح عن ذلك. مضيفا: سيكون لطيفا اذا تحدثنا بعد الموسم عن ارقام مختلفة، وينبغي ان يكون كلا الرقمين اعلى بكثير. حاجة كويسة جدا. صلاح سجل هدفين في فوز فريقه على ويست هام 4-1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة 11 طبعا من الدوري الإنجليزي. أكيد حضراتكم متابعين الدوري الإنجليزي طبعا عشان محمد صلاح، وكل مصر بتشجع دلوقتي ليفربول، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 7 أهداف يحتل بها المركز الثالث في قائمة الهدافين، علما بأنه سجل 5 أهداف في بطولة أوروبا لأبطال الدوري. يعني حاجة جميلة جدا محمد صلاح. يعني طبعا ده كمان
الموقع الرسمي كمان بيتغنى بمحمد صلاح وعن أهدافه، حاجة جميلة جدا. إن شاء الله محمد صلاح يكون نجم كبير كما هو ويشرفنا زي ما هو مشرفنا. الموقع الرسمي اللي حضراتكم دلوقتي شفتوه، الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا، احتفى باللاعب محمد صلاح جناح ليفربول، ونشر على الحساب الرسمي صورة لمحمد صلاح حضرتك شفتوها منذ قليل، ونشرت معه أو نشرت معه إحصائية مع الريدز حتى الآن في الموسم الجاري، سجل 12 هدف، أهي الصورة قدام حضراتكم تاني، خلال 17 مباراة خاضها بقميص ليفربول. إن شاء الله يعني ربنا يحميك يا صلاح، وربنا يبعد عنك الإصابات، وإن شاء الله تفضل كده يعني تمتعنا وتفضل رافع راس مصر لفوق على طول. طيب نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام كباتن مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن ماهر همام والكابتن الكبير كابتن محمود ابو الدهب عشان نتكلم عن كل التفاصيل الفنيه في لقاء الاهلي والوداد وما هو قادم. فاصل استنوا.